مخيمات بزيبز قطاع الثاني، صار لهم 9 سنوات من نازحين. هاي الخيمة تشوفونها، هذه جرف الصخاف، اريد اي واحد يتبرع له خيمة، خيمته والله تعبانة حيل. والله نريد يساعدون ردتنا للجروف، والله مبهذلين هنا، لو يردونا على التراب احسن لنا وخير. على فحت تعبانة والله، هسه الأول بارحة وديتها والله ما قدرت أجيب لها العلاج. ليش حجية تبكين؟ لا إله إلا الله.